السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من أجر سبومية. الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعاملنا مع البابليك اي بي وشوفنا أنواعه ومكوناته والفرق بين كل نوع، كمان اتعاملنا مع الفينت وقدرنا ان احنا نعمل فينت بايدينا والسبنت كمان من الفينت ديت، يعني الشبكة الرأسية والشبكات الفرعية اللي من تحتها. تعالوا قبل ما نبدأ الموضوع بتاعنا بقى نستعيد كده المعلومات اللي احنا اكتسبناها في الفيديوهات السابقة وندخل نعمل بيانات جديدة، وده لسببين: علشان نراجع الشغل بتاعنا الفيديو اللي فات واللي قبل اللي فات، وعلشان احنا فعليا هنحتاجها. فلو رحنا كده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنختار الفيرشوال نتورك وبعد كده بندخل نقول له كريت، بيبدأ يطلع لي الويزارد واللي من خلاله بختار الريسورس جروب بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها الايزد 700، علشان في كل كورس احنا بنعمل ريسورس جروب كده وفي نهاية الكورس بنحذفها علشان المواضيع بتاعتنا ما تتدخلش فيما بينها. تمام. النيم احنا قلنا فيما يتعلق بالنيم يا شباب بنسمي اسم يتوافق مع الخدمات بتاعتنا، علشان كده احنا المرة اللي فاتت كنا بنتعلم، لكن دلوقتي أصبح لدينا بعض من المعلومات اللي خلاص من المفترض إن احنا هنستخدمها. هسمي مثلا الكور سيرفيس، والمرة دي بقى مش هخليها في كندا سنترال، أنا هخليها في مثلا في كوريا مثلا. طيب في الاي بي كنا بنعمل ايه؟ كان بيديني الاي بي المخصص لمنطقه الريجون اللي انا اخترتها، وانا بالخيار يا اما ابقي عليه يا اما احذفه، ما عنديش مشاكل. خلينا نبقي عليه المره دي ونروح نعمل من جواه سب نت، مع العلم ان هو عامل لي هنا الديفولت سب نت، انا ممكن ازود زي ما انا عايز. وبرده فيما يتعلق بالسب نت احنا بقى فهمنا وهنسمي السب نت اللي هيستخدم فيما بعد للسيرفيس. فخلينا نقول مثلا انه ديت هيبقى البي ام اس سبنت، ده السبنت ده انا هخصصه وهشتغل يعني هشتغل عليه فيرتشوال ماشين. تمام. هديله الاي بي 10.5.1.0/26 مثلا، علشان اخد 64 اي بي. تمام. ما اعتقدش ان احنا هنبقى عندنا 64 في ام، خلينا نقول مثلا 29 او 28 علشان ناخد عدد معقول، يعني اعتقد 11 كافيه. طيب حول الوقت وابدا اروح للسكيورتي، عرفنا كل ده وتعرفنا عليه، التاجز مش هستخدم تاج، بعد كده هقول له كريت. طيب يا شباب احنا كده عملنا ايه؟ احنا عملنا فينت وحطيناها في كوريا، وعملنا سب نت من الفينت ديت وخصصناها للفيرتشوال ماشين، وقبل كده كنا عملنا فينت اللي حطيناها في سنترال كندا وطلعنا منها، خصصنا الادرس بتاعها العنوان الرئيسي يعني، وعملنا اكتر من سب نت تقريبا 4 أو 5 لا يحضرني العدد. فبالتالي أصبح عندي هنا فينت في كوريا وفينت في كندا، وكل ما هتوسع كل ما هيبقى عندي فينت في ريجون تانية وتالتة ورابعة و و و. طيب خلينا نروح كده مع بعض نتخيل، هو مش نتخيل احنا فعليا يعني، احنا هنا عملنا ايه؟ احنا عملنا فينت لو نفتكر في كندا صح؟ الفيديو اللي فات رجعنا عملنا فينت هنا اهو في كوريا الفيديو ده، بعد شوية هنعمل فينت هنا في الإمارات مثلا، بعد كده هنعمل فينت في الهند. طالما شغلنا يتطلب ده وهنلاقي نفسك كل شوية حضرتك عمال تتوسع والكيان بتاعك أو الشركة بتاعتك بتكبر،
عمال تعمل فينت هنا وهنا وهنا في الريجن الفلانيه، تحط عليها السيرفز الفلانيه او الريسورس الفلاني. فهتلاقي هنا مثلا في كوريا هتلاقي حضرتك حاطط في ام، حاطط عليها مثلا اس كيو ال، وهتلاقي في كندا حضرتك عندك في ام حاطط عليها مثلا اي اي اس، وهتلاقي في الهند حاطط ستورج اكاونت مثلا. طيب السؤال هنا، مش انت بتتكلم على ريسورس في ام، في ام ستورج، ممكن كمان نحط هنا كونتينر او ويب ابلكيشن وهكذا. خلي بالنا ان الفي نت نفسها هي ريسورس، صح؟ طيب السؤال هنا، السؤال هنا، هي الريسورس دي هتكلم بعضها ازاي؟ لما اروح احب اخلي الفينت الخاصة بكندا تكلم الفينت الخاصة بكوريا، او الفي ام اللي موجودة الفيرشوال ماشين اللي موجودة في كندا تروح تكونكت او تروح تكلم اللي موجودة في كوريا، هيتواصلوا ازاي؟ لحد الآن هم بيتواصلوا بآي بي. وهنا في مشكلة. ايه المشكلة؟ المشكلة ان كل فينت ليها الآي بي الخاص بيها، او الرينج الآي بي الخاص بيها، او الكلاس الخاص بيها. فانا كده هحس بان العملية صعبة، وهحس انه في نوع من التوهان شوية. ونخلي بالنا برضو احنا في الاون بريم ما كناش بنتواصل بالاي بي، يعني ما كانش بيبقى عندي مثلا 50-60 كمبيوتر وبحب اللي مثلا ادخل عليهم ريموتلي او احط عليهم شير وادخل عليهم. كنت بدخل بالنيم. ليه؟ لانه التعامل مع الاي بي صعب. مش هقعد احفظ انا في 10.10 مش عارف كام، او 172 او 192 واتيفر، يعني الموضوع صعب جدا. فكان لازم من ايجاد حل بديل يخليني اتعامل بطريقه غير الاي بي. تمام، ممتاز. ده غير بقى انه الكيان بتاعي اللي انا بعمل له عمليه الديزاين بصممه اهو بدا يكبر اهو، شايفين، ويتوسع، وبقى مجموعه من الشبكات ومجموعه من الريسورس ومجموعه من الخدمات. فالكيان بتاعي ده لازم ياخد حاجة كده فريدة علشان يسهل لي التعامل. فزي ما كنا بنعمل في الأومبريم ان احنا كنا بنعمل الخدمة الشهيرة جدا اللي اسمها الدي ان اس، فاكرين؟ ليه؟ علشان ابطل اتعامل مع الاي بيات. خلاص؟ تمام. هنا برضو في أجر هو متاح ليا ان انا استخدم نفس الخدمه بالظبط، اني اعمل دي ان اس. لكن خلينا نركز، لان اجر عنده اكتر من نوع في الدي ان اس. خلونا نتكلم الاول ونقول احنا داخلين نتكلم على الاجر دي ان اس. هتلاقي كل المصادر تقريبا بتكلمك انه في نوعين من انواع الدي ان اس عند اجر، اما البابليك او البرايفت. بس معلش خليك معايا شويه، لان في نوع تالت اسمه الديفولت. طيب كده عرفنا ان احنا هنتكلم على الاجر دي ان اس. خلينا نروح نتكلم على البابليك. ليه؟ لانه اسهلهم في التعامل واقربهم لفهمنا. البابليك دي ان اس هو الدومين نيم اللي حضرتك بتروح تشتريه من اي دي ان اس بروفايدر، اشهرهم جودادي. وعلى فكره اجر برضو بيوفر لك دومين نيم مدفوع.
فبتقول له أنا محتاج اسم خاص بيا علشان الناس لما تيجي تدخل عليا من الإنترنت تلاقيني. يعني لو أنا عندي ويب سايت اسمه مثلا xyz.com مثلا xyz.com، فبروح أشتري النيم ده زي ما قلنا من أي دومين نيم بروفايدر، ده البابليك. ليه بابليك؟ لأنه عام طالع إنترنت، فزيد وعبيد ومحمد وهنادي بيدخلوا عليه، ما عندوش مشكلة. فأجر برضو بتقدم نفس الخدمة وبتتعامل مع نفس الخدمة، هي الدومين نيم البابليك. طيب إيه البرايفت؟ علشان تفهم بقى البرايفت لازم نروح للديفولت شوية نتكلم عنه. ليه؟ لأن هو أصلاً سبب إن أجر طلعت لي حاجة اسمها البرايفت، هو ده اللي كان دعت الحاجة من خلاله هو. ليه بقى؟ أجر كانت بتقدم لي ديناس الديفولت بتاعها، ولو نفتكر وإحنا بنتكلم في الفيديو الثاني على شروط الفيرشوال نتورك وأنا بعمل لها ديزاين، قالت لي إيه؟ خلي بالك إنه في أي بي كده خاص بي قلب الانترنال دي إن إس بتاع أجر، ما تقربش جنبه. مش قالت لي كده؟ قالت لي كده. واللي كان 168.63.129.16، مش قلنا الكلام ده؟ طيب ايه مشكلته ده؟ قال لي انت لما كنا بنتعامل معاه ده الديفولت دي ناس، فبالتالي هيديني ديفولت نيم. طيب ايه بقى، ايه برضو المشكلة؟ تعال بقى انا اقول لك ايه المشكلة. احنا قلنا هنا الكيان بتاعي بقى فيه فينت كتير وفي ام وريسورس وسيرفيس وواه. هتخيل بقى ان الفيرشوال ماشين اللي في كوريا ديت، انا عملت فيرشوال ماشين او هنعمل مع بعض في ام وهنحطها في كوريا، انت عارف النيم بتاعها الديفولت نيم بيبقى اسمه شكله عامل ازاي؟ هقول بيبقى الفي ام نيم ديت، هتخيل ان اسمها في ام 1 دوت، الريجون اللي هي فيها كوريا دوت، السيرفيس او الكور سيرفيس اللي هي جايه منها كلاود اب. دوت الكلاود بورتال اللي هي معموله عليها، او الكلاود بروفايدر اللي هي معموله عليها، وفي حالتنا اجور كلاود. دوت كوم. شايفين النيم ده طويل قوي، ده الديفولت نيم. هتلاقي في الاستورج نيم اطول منه، هتلاقي في الويب اب، هتلاقي في الكونتينر، هتلاقي مش عارف في ايه. فالديفولت نيم بتاع اجر كان ملعبك شويه، فعشان كده دعت الحاجه للبرايفت بقى اللي احنا ايه قلنا عليه. احنا عشان نفهمه لازم اقول انه في نوع اسمه ديفولت. طيب حكايته ايه البرايفت ده؟ اولا اسمه البورتال لما ندخل نعمله ان شاء الله برايفت دي ان اس زون، اسمه كده برايفت، خلينا نسميه اسمه برايفت دي ان اس زون. وخلي بالنا كلمه زون يعني منطقه، اللي هي دي منطقتي انا اهي، دي كده زون بتاعتي، دي كده الزون بتاعتي. فالزون بتاعتي على اعتبار ان انا اللي عملت لها ديزاين ولا اللي هشتغل عليها وهي خاصه بيا انا، فبالتالي هي منطقه خاصه، ملكيه خاصه، هعمل بقى فيها اللي انا عايزه. فبالتالي الملكيه الخاصه ديت اجر بيوفر لي نيم ليها، خلاص تمام. وكان النيم بقى البابليك اللي هو xyz.com هيبقى نفسه، ممكن اخليها برضه xyz.com xyz.com، بس بشكل ايه؟ بشكل ان برايفت، محدش هيبص عليا من النت، مش بابليك يا شباب، خلي بالنا
وما نتلخبطش. خلاص. وكأن بقى لما اعمل البرايفت دي ان اس زون ديت وادي النيم للزون بتاعتي، يبقى الفي ام بدل ما اسمها في ام 1.korea.cloudapp.azure.cloud.com هيبقى اسمها في ام 1 اسم الزوم بتاعتي اكس واي زد. كل سنه طيب، صلى الله وبارك. خلاص واضحه. طيب بيديني ايه تاني بقى البرايفت ده؟ يعني هل لي ميزه مثلا غير ان هو بيسمي لي الزوم بتاعتي؟ طيب من ضمن مميزاته ان انت هو دي ان اس ممكن تكريت ريكورد بقى من اي نوع، اس او اي، اي ريكورد، مش عارف الام اكس ريكورد، كل انواع الريكورد اللي حضرتك كنت او كنا بنتعامل معاها وما زلنا هو دي ان اس. هينفعني بقى بعد شويه لما ناخد البرايفت لينك. فاكرين واحنا بنتكلم على الكورس ومكوناته قلنا ان احنا هناخد حاجه اسمها Azure برايفت لينك، واللي بيخلي لي او بيتيح ان انا اتعامل بشكل خاص كده او اوفر دخول خاص من خلال الانفراستراكشر الخاصه بأجر للعملاء بتاعوتي اللي جايين يبصوا عليا، ولكن من خلال أجر نفسها هعمل لفه كده علشان العميل لما يجيني بشكل سكيور. هناخده مع بعض. فلو البرايفت لينك ده واحنا بناخده، هو لازم حضرتك يكون عندك برايفت دي ان اس زون، ولو ما كانش عندك واحده فهيقول لك كرييت نيو علشان يعني نعمل كوفريشن مع بعض. طيب ادي تاني ميزه. تالت ميزه واكبر ميزه انه بيوفر لي حاجه جميله جدا اسمها الاوتو ريجستريشن. الاوتو ريجستريشن، اوتو ريجستر. الاوتو ريجستر يا شباب باختصار شديد جدا، اول ما هنعمل البرايفت دي ان اس زون ونربطها بالفينت بتاعتنا، يعني هتخيل ان انا عملتها خلاص او عملناها مع بعض، هندخل نعملها دلوقتي، وربطنا الفينت اللي هي في كندا او في كوريا بيها. فبعد كده لما اروح اعمل في ام في كندا او في الفينت اللي اتربطت بالزوم بتاعتي، تلقائيا بيروح عامل لي اي ريكورد ويدي النيم اللي انا ربطته الاكس واي زد كوم للفي ام، يبقى اروح انادي عليها بايه؟ بالنيم. خلاص بقى هو هنا بيطلعني من حته ان انا اتعامل مع اي بيات تلقائيا، ده الاوتو ريجسترد. وفيها حاجه شبيهه كده ولكن على مستوى الفي نت اسمها الريسيرشو الري سولوشن. دي انا عارف ان انا خطي مش حلو، انا قلت الكلام ده اكتر من مره، بس يعني انا بتكلم علشان يبان انا بكتب ايه. الريسولوشن بقى ده فينت هتروح تكلم فينت بالنيم، يعني هتخيل مثلا ان كوريا وكندا هما الاثنين فيهم في ام، واحده مربوطه تحت الزون والتانية بتروح تنادي عليها بالاي بي لحد دلوقتي. فقال لي لا، انت لما تروح بقى تنادي على الفي ام من كوريا، الفي ام اللي في كندا تروح تنادي عليها من كوريا، فانا تلقائيا بعمل ايه؟ ريسولف للنيم وادهولك وارجعهولك تاني. الكلام النظري يا شباب قد يبدو صعب، ولكن لما ندخل مع بعض نعمله بايدينا هيتفهم. ولكن المقدمه التعريفيه دي علشان حضرتك تاهل نفسك ويعني نبقى فاهمين احنا داخلين نتكلم على ايه تحديدا. خلاص وصلت. يبقى اختصارا الديفولت دي ان اس بتاع اجر كان بيوفر لي نيم ولكن ملعبك شويه، علشان كده طلع لي حاجه اسمها برايفت دي ان اس زون وسمح لي ان انا كاستمايز النيم بتاعي زي ما انا عايز. ولما بعمل كده بيتيح ليا ان انا بربط شبكاتي الخاصه اللي انا صممتها على اجر تحت المظله بتاع النيم ديت اللي انا حطيتها، تمام، وبيتيح ليا اوتو ريجسترد واوتو ريزولوشن. تمام،
ممتاز. خلي بالنا ان ده كده ان برايفت، على مستوى ايه؟ على مستوى اجر كله، على مستوى مناطق اجر كلها. تمام، ممتاز. وفي البابليك اللي احنا عارفينه واللي احنا اشتغلنا عليه، واعتقد انه يعني مفهوم بالنسبه لنا. خلونا بقى نروح نتابع شغلنا ونعمل الجزء ده عملي بايدينا علشان نفهمه اكتر. احنا كنا بنعمل في نت خلص، تمام. هطلع كده على الهوم وهروح على البرايفت دي ان الزوم، ممكن اجيبها من هنا. لو كتبت له دي ان اس هيطلع لي الحاجتين اللي انا وانتوا اتكلمنا عليها، دي ان الزوم والبرايفت دي ان الزوم. طب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل البرايفت دي ان الزوم. عنديش ولا برايفت دي ان الزوم، فهنعمل واحده مع بعض. هقول له لو سمحت انا محتاج كريت، هيسالني السبسكريبشن بتاعتي الريسورس جروب، هي اللي شغالين عليها الاي زد 700 زي ما قلنا، فهيبدا يحطها لي في كندا سنترال. ليه؟ لانه مربوطه بالريسورس جروب، فيما يعني لو غيرت كده اهي سنترال يو اس اتغيرت وهكذا. فبالتالي عشان ما حدش بس ايه يقول انا ليه ما مختارش الريجون اللي هيتحط فيها الزون، فانت طالما اخترت الريسورس جروب هو بيروح يقرا الريسورس جروب دي موجوده فين وبيطبقها تلقائيا. تمام، هنا بيقول لي النيم، وانت بتسمي بقى خلي بالك انت كده هتسمي الدومين بتاعك. انت كده بتعمل دومين نيم او برايفت دومين نيم هتطبقه داخليا على اجر. فهنا انت هتسمي الدومين نيم بتاعك. طيب الدومين نيم بتاعنا هيبقى اسمه ايه؟ اسمه اجر فور ارب دوت نت. خلاص كده اجر فور ارب دوت نت. تمام، هقول له نيكست، هيطلب مني تاج، مفيش تاج، هقول له كريت، هيروح يتشيك، هيقول لي فاليديشن، وهقول له كريت. كده انا عملت برايفت دي ان اس زون، كده انا عملت دومين داخليا عند اجر علشان الفينت والريسورس والسيرفيس بتاعتي يبقوا تحت الدومين بتاعي. تمام كده يا شباب؟ تمام، بمجرد ما هينتهي بقى هندخل مع بعض نربط الفينت اللي هتبقى داخل او تحت الزون ديت. طيب قبل ما يخلص كده، انا ليا الزون الواحده، احنا كده عملنا برايفت زون. تمام، الزون بقى تشيل جواها كام فينت؟ يعني مسموح ان انا اربط لحد كام؟ لحد 100 فينت. هو خلص اهو، هقول له لو سمحت وديني هناك على طول علشان نبدا نشوفه. هنا عمله لي اهو، وهنا هلاقي ريكورد واحد فقط محطوط فيه الهوست نيم والايميل ومش عارف والتايم تو لايف والحاجات دي كلها. تمام، علشان ابدا اربط شبكاتي تحت الدومين ده، فمن هنا على طول هقول له الفيرتشوال نتورك لينك، فمش هلاقي ولا في نت مربوطه على الزون ديت، فهبدا اقول له اد. هيبدا يروح يجيب لي كل الفي نت اللي عندي على البورتال، سواء بقى اللي كانت جوه الريجون اللي فيها الدي ان اس او جوه الريسورس جروب اللي معمول جواه او لا، مش شرط يعني. فهبدا من هنا، انا طبعا المفروض اسمي، فهقول له مثلا خلينا الاول نختار يا شباب معلش عشان نسمي وفق اختيارنا. هربط مثلا الكور سيرفيس ديت، اعمل لها لينك جوه الدي ان اس زون او البرايفت دي ان اس زون اللي انا عملتها، فبالتالي النيم هنا او اللينك نيم هيبقى كور سيرفيس لينك او برايفت زون لينك وات ايفر يعني. وهنا هقول له ايه؟ انيبل اوتو ريجستريشن. بمجرد ما هفعل الخيار ده يا شباب واقول له اوكي، هيروح يعمل الكونفريشن الخاصه باللينك، هيروح يجيب الفيرتشوال نتورك ويروح مدخلها تحت البرايفت دي ان اس زون اللي احنا عملناها مع بعض.
وبما اني فعلت خيار الاوتو ريجستريشن، اي في ام، اي فيرتشوال ماشين هتتعمل وتتحط جوه الفي نت ديت هي هتحصل تلقائيا على النيم او الدومين نيم بتاعنا، طالما خيار الاوتو ريجستريشن بقى انيبل اهو. نزلت اهي الفيرتشوال نتورك المربوطه على الزون ديت اللي هي الكور سيرفيس بنت اللي انا وانتو عملناها، وخيار الاوتو ريجستريشن متفعل، واللينك ستيتس هو لسه مازال ان بروجريس، اول ما هينتهي هيكتب لك كومبليت. انتهى فعليا وبقى كومبليت. عشان ما نطولش وقت الفيديو، الفيديو القادم هنبدا نتست على البرايفت زون بتاعتنا من خلال ان احنا هنكريت في ام ونروح نشوف هي اتفعل الريجستريشن تلقائيا زي ما احنا طلبنا ولا لا. على فكره قبل ما ننهي، احنا ممكن نتعامل معاه كاننا بنتعامل مع دي ان اس بابليك، يعني في اني اضيف ريكورد اهو لو ضفنا، ولو حبينا نضيف ريكورد مانيوال اختار هتلاقي عندك الاي ريكورد والاس او اي والاس ار في والام اكس والسي نيم، وهو تماما زي ما بتعامل مع الدي ان اس اللي على اي هوست انا بتعامل معاه، او اي دي ان اس انا تعاملت معاه في حياتي هو دي ان اس. ولكن فرق بينه وبين البابليك دي ان اس ان ده على مستوى اجر بس. وعلى فكره برضو في دروس متقدمه احنا ممكن لما نشتغل على الهايبريد كونكشن بين الاومبريم وبين الاجر، احنا ممكن كمان ان احنا نخلي الدي ان اس اللي في الاومبريم يروح ينتجريت مع الدي ان اس، او يشوف او ترمي انت ريكورد من هناك او من هنا علشان الاثنين يشوفوا بعض. هنشوف الكلام ده ان شاء الله في الكورس بتاعنا، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.